انا العساس ديال هاد السوق هذا كنترزق معاهم الله وساكن هنا، واليوم تحرقت لي البراكه ديالي فاش كنت ساكن، وتحرقوا لي حوايجي، والجماعه ديال تبريك جات حولت الناس، وانا 40 عام وانا ساكن هنا، والجماعه ما عطاتنيش هي والقايد وما استفدتش، ومشيت درت شكايه وبنيت محل مع هاد السكان هادو وسكنت فيه وحط حوايجي وقعد عساس، ودابا ركبت العافية قدر الله، من جملتهم تانا تحرقت، تحرق لي محالي، كلشي 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 كلشي، قال لي رزقي كله، بقيت ربنا هاد الحوايج اللي فوق ظهري هما اللي عندي، انبت هنا ما عندي فين نمشي، انا ما عندي فين نمشي، مقطع من شجرة، مقطع من شجرة كنت مستور في هاد المحل، تحرق لي انا بقيت في الخلا. مشى لي رزقي تحرقت لي 5 مليون ديال السلعة. مشات ليا كاملة، راهي دايبة كاملة، وبقى عندي بقى عندي 3 مليون كريدي، ثلاثة تتسالوا لي يا عباد الله، 3 مليون كريدي تتسالوا لي يا عباد الله خويا على رزقي، الله يرحم الوالدين، ديروا معنا خا شي حل لك الحالة هادي، ما عرفناش حنا براسنا كيفاش وقع. اللي وقع من هنا بلاك العافية. أنا آخر واحد الوالد ديالي هو اللي سد الحانوت البارح، مشينا عادي، 3 مليون غير أسلمه. وقسما بالله واد النهار ديال الجمعه الا زدت شي حاجه ولا نقصتي 3 مليون مشات ليا، مشى ليا رزقي، كنت رعاد انا قرب عقلي غيخرج، الا ما داروش معايا شي حل راه عقلي غيخرج ليا من بلاصتي. 4 الصباح سمعنا العساس كيغوت، والعاده وخرج انا واحد رجلي كنجريو، لقينا العافيه بدات في هذيك البراكه، راه هذيك بدات في براكه وحده، وبقينا كنضربوا معاها يلا بينا نحيدوا ونطفيوا العافيه، ضربنا الضوء، شعلت العافيه في البوطو فاسميتو ديال الضوء، صافي عيطنا البومبيه ولكن تعطلات شويه، ولكن جات السيتيرنا وحده ووقفات ليه والعافيه شاعله هنا وهما حدا الشانطي وما طفات العافيه حتى جاو السيتيرنات الاخرين. الناس عباد الله مشى لهم رزقهم، مشى لهم حوايجهم، يلا مساكن صلحوا عاود 2 مرات هما تيبنيو تيتحرق هذا الشيء، عاود يبنيو ويتحرق هذا الشيء 3 المرات، وهذا راه ما كامل حتى 6 شهور باش مساكن صلحوا هذا الشيء. دابا راه تاني حركه السوق هذا من بعد السوق الصالحي، تحرك السوق الصالحي من موراه بشي سيمانه. السوق ديال الخطارة هو هنايا، ومن بعد منا بشي شهير دابا وتحرك مولين السوق ديال مولين البلاخي، الناس دابا راه ضايعين، كلشي تيبكي اخويا، مولين الحوانش ما كاينينش هنا، مساكن شافوا ديك الحالة كيب العافية شاعلة، والله اخويا ما بقاو هنا كاينين قلاش مولين الحوانش، جايبين السلعة كاينة البارا اللي مقيومة بجوج المليون، كاين اللي حط 10 بارات 15 بارا في الحانوت. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.